إيهاب الراجل سعيد جدا، بيقول سعيد بعودته طبعا للنادي، لكن دايما الكواليس الترانسفير بيكون فيها كواليس معينة، لكن ما فيش شك حتى على مستوى لما الناس تفكر هل الأفضل للمان يونايتد ولا المان سيتي، طبيعي كل الناس هتقول للمان يونايتد، لأن الضغوط اللي كانت هتقع عليه وانت عارف ما بين طبعا المان يونايتد والسيتي في طبعا صراعات رياضية بشكل كبير، لكن هل فعلا اليونايتد هو الاختيار الافضل لكريستيانو رونالدو وليس المان سيتي على مستوى حد. على مستوى الكوره، على مستوى من وجهه نظري الشخصيه انا شايف ان كريستيانو رونالدو اختار افضل اختيار ليه في البريمير ليج، لعيب هيلعب في البريمير ليج وهيروح البريمير ليج مانشستر يونايتد، الاثنين كملوا بعض دلوقتي يا كابتن. مانشستر رونالدو رجع للنادي اللي بدا فيه زي ما قلت حضرتك حقق نجاحات، عارفين ان رونالدو بعد ما بدا في سبورتنج لشبونه في 2003 اتنقل لمانشستر يونايتد، قعد معهم لغايه 2009 اما راح ريال مدريد في صفقه قياسيه في الوقت ده برضو. نقطه الانطلاقه والتالق هي طبعا المان يونايتد، عمل النجاحات الكبيره، خد دوري ابطال اوروبا معاهم، خد الدوري الانجليزي، خد الكره الذهبيه الاولى في مسيرته، النادي اللي شهد نجاحات، النادي اللي يعرفه. طب على الجانب الاخر مانشستر يونايتد، احنا متابعين يا كابتن حضرتك بتتكلم طبعا في النجوم والدوريات، مانشستر يونايتد محتاج لاعب زي رونالدو. صحيح، كل الفتره اللي فاتت كمان وانت بتتكلم كمان بنعرض الارقام والالقاب على مستوى الجماعي وعلى مستوى الشخصي، يعني ارقام خرافيه وارقام اعتقد هنفضل سنين كتير جدا جدا لغايه ما لاعب اخر يقدر يحقق هذه الارقام. يا هاب مانشستر يونايتد الكابتن في ظل قدرات رونالدو كان محتاج قائد، احنا شايفين السنين اللي فاتت كميه من اللاعبين الشباب العاليين جدا في المستوى، جرينوود، ماركوس راشفورد، هجوم عندهم في نص الملعب، بوجبا، فرنانديز، نجوم عاليه جدا، خط دفاع متميز، حارس مرمى ديخية متاخد في ضمن افضل حارس في الجوله الاخيره من البريمير ليج بيستعيده هو كمان تألقه. البعض بيقول ان مانشستر يونايتد، مش عارف حضرتك تتفق في النقطه دي، يحتاج الى مدير فني مع هذه الكوكبه من النجوم، سولسكاير اقل من هذه الكوكبه من النجوم، على يعني طبعا على مستوى الشخصيه على مستوى الخبرات ممكن يكون محتاج اكتر، لكن كمان اعتقد العلاقه ما بين سولشاير وكريستيانو رونالدو خلال الملعب حتى وعودته دلوقتي سولشاير كمدير فني اعتقد هتكون لو ما حصلتش مشاكل هيكون علاقه جيده خاصة جدا، خاصه انهم لعبوا مع بعض لعبوا مع بعض فترات طويله.